أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج ديوان الملة. اليوم راح يكون حديثنا عن خطورة تنظيم الإخوان الدولي والتآمر اللي يقوم فيه داخل الكويت من أجل الإساءة للدول الشقيقة. لمناقشة مثل هذه المواضيع رحبوا معي أخوي السياسي الباحث الأستاذ عبد الله ضحوي العنزي. مرحبا بك استاذ عبد الله. مرحبا فيك هلا ابو احمد، وانا اتشرف تكون معي اليوم. الله يطول عمرك. اول شيء نشكرك ابو احمد على هذه الاستضافه، وطبعا بجهودك وبرنامجك الممتع صراحه، ومن اشد المتابعين لهذا البرامج. انا اتشرف. الله يطول عمرك. كلمه الحق اللي تقولها من اجل الكويت هذا المطلوب ان نستمر فيه. لا بد للكلمه، للكلمه الكويت تتطلب منا ان ندافع عنها. صدق. اي نعم اخوي عبد الله، ليش دائما اخوان الكويت يحاولون التدخل في شؤون الاخرى للدول، وايضا لاحظناهم استمراريه محاوله خلق فتن ما بين الكويت والدول الشقيقه؟ اول شيء خاصه يعني اخوي عبد الله المملكه العربيه السعوديه والامارات ومصر، دائما يدورون على ثلاث دول، دائما يحاولون خلق فتن في اي قضايا حتى لو صغيره بيننا وبينهم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اخوي ابو احمد، دائما حزب الاخوان المسلمين في الكويت وفي في الحاله هي منظمه دوليه في جميع الدول، دائما يحبون ان يجرون الاخوان اللي في الكويت، دائما يحبون يجرون الكويت الى مقاطعه الدول اللي انت ذكرتهم اللي مصر والسعوديه والامارات. شاهدنا في التواصل الاجتماعي دائما اللي يتكلمون يحبون يجرون، اكبر الدليل بداية كورونا على الجالية المصرية. الجالية المصرية طلعوا إشاعات والجالية المصرية وطرد الجالية المصرية. هناك نعم في مخالفين مصريين، مخالفين الإقامة، نعم مجموعة سفر. فشوف الحملة اللي صارت، شنو صار؟ هجوم، شيء بيخلقون مشكلة بين الشعب الكويتي والشعب المصري. ما قدروا القيادة السياسية، قيادة السياسية، قيادة الكويتية وقيادة مصر علاقتهم متينة وعلاقتهم طيبة، لكن بيخلقون توترات بين الشعوب. وطلعوا في التواصل، في منهم اخوي ابو احمد نزل مقطع للكرامة وطن والقوات الخاصه، انسبه لمنو؟ انسبه ان القوات الخاصه تضرب الشعب المصري في الكويت، وهو يعلم ان المقطع هذا في كرامة وطن. ما يبيني انا وانت ابو احمد ان نتكلم نقول هذا مقطع في كرامة وطن وقديم، يبي الشعب المصري يشاهد هذا المنظر. ليش محاولة خلق فبركة الأخبار والفيديوهات القديمة وإعادة نشرها من جديد؟ هذه مو أبو أحمد، هذه مو جديدة على الأخوان المسلمين. مو جديدة على الأخوان المسلمين. الأخوان المسلمين حزب في قطاع ديكور إسلامي وماكينة خبيثة، ماكينة دائما للأخوان المسلمين. عندهم لعبة بث الإشاعات، دائما بث الإشاعات والكذب، وعندهم الكذب أصلا من باب الدعوة، عندهم الكذب من باب الدعوة. أكذب وأتكلم وأسوي، وشاهدنا في أرض الواقع حزب سياسي كذاب. في للأسف نشاهد بعض إخواننا في التواصل الاجتماعي يفكر أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إسلامية، فقام يعني يدافع عن هذه الجماعة، وهي جماعة سياسية خبيثة كذابة كذبت على جميع الدول، وشاهدنا على مصر وعلى الإمارات وعلى السعودية، يعني مو شيء جديد عليهم. ولماذا الاستهداف المملكة العربية السعودية؟ هم يدعون احنا ما في بيان حدث وبياناتهم، احنا نرفض احد يتدخل في شأن الداخلي. نعم. وان هذا التدخل القصبنا ضرب النسيج الوطني. نعم. وما الى ذلك. هل تعتقد بعض يقول لهم هذا حقنا ان ننتقد الدول الاخرى؟ هذا رأيي، احنا دولة ديمقراطية بالكويت، ومن حقنا ننتقد في السعودية او في الامارات او في مصر واي دولة اخرى. ابو احمد، في نقد بناء وفي قلة حياة. في نقد بناء، انا لما انتقد شغله في اي دوله دول، سواء مصر او السعوديه، يكون نقد بناء، مو نقد تهيج او نقد ضرب من تحت الحزام. الان نشاهد جماعه الاخوان المسلمين، اكبر دليل في حرب المملكه العربيه السعوديه مع الحوثي، التحالف الخليجي الكويت والامارات والسعوديه وبعض الدول العربيه مشاركه في اتحاد الكويت، مشاركه. هل شاهدت واحد من الاخوان المسلمين دافع عن السعودية؟ هل سمعت أنه دافع عن الكويت المشارك في بلدك، مشارك في التحالف؟ نبي كلمة منك، ما تكلمه. روح لمصر أبو أحمد، الحين بموضوع مرسي، دائما تكلمون، الله يرحمه، دائما تكلمون على الشرعية لمرسي، لهم هدف
لهم هدف الحين من مسك السيسي الآن كم سنة والمصر مستقرة والحمد لله، ليش قاعدين يضربون السيسي المصري؟ ليش بيجرون مصر في 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 مستنقع الأخوان المسلمين حتى يسيطروا على مصر؟ وهم يدعون ان حصل انقلاب على الشرعية لمحمد مرسي ويجب ان ترجع الشرعية للأخوان، لحزب الأخوان المسلمين، او طرح انتخابات تكون انتخابات نزيهة وانتخابات يشاهدها كل العالم، لان انقلاب على الشرعية. انقلاب على الشرعية اصلا اخوي ابو احمد في الشرع أصلاً الحاكم المنقلب إذا انقلب الحاكم على حاكم آخر وسيطر على البلد من الشرع يجب عليه السمع والطاعة للحاكم سواء السيسي أو غير السيسي أي وما يعلمون هذا الأخوان المسلمين كبار الأخوان المسلمين ما أقوال العلماء في الجميع الحاكم المتقلب في الدين في الإسلام الحاكم إذا سيطر على البلد في شكل كامل الحكم يتب يقول مرسي كان مسيطر على البلد والجيش المصري انقلب عليه الجيش بعد مظاهرات اللي حصلت مع طموح المرسي على تبني مطالب المظاهرات اللي حصلت في ميدان التحرير فالرجل ما استجاب لأن وخرج الشعب المصري أكثر من 30 مليون خرج الشعب المصري تقريبا 30 مليون أو 40 مليون في الشوارع أنا شلون أسيطر بال كأنه استفتاء إيه فخروج الشعب المصري طبعا نسمع من إخواننا المصريين إن دا مرسي الله يرحمه اللي سيطر على الحكم جماعة الإخوان المسلمين في جميع الجهات الحكومية في مصر فحسوا إنه لازم لابد إنه يكون هناك تغيير صار خطر على مصر صار خطر حتى على المنطقة صار خطر على المنطقة أنا دائما أقول بيني وبين نفسي الحمد لله إن مرسي ما كان حاكم مصر الآن ولا الوضع فيه مثلث خطير على المملكة العربية السعودية وحتى على الإمارات حلو تفضل إيه تكلموا على الإمارات بإشاعات وكذب وطبعا دائما نناقش أبو أحمد في مجالسنا على الإمارات أو المملكة العربية السعودية صدق إنهم ما يعطونك شيء يعطون دائما بالتحاليل فقط يعطيك بالتحليل واقع ما في واقع لكن بعض الدول عندها واقع ومشاهد في دمار الدول الإسلامية والدول العربية ما حد يقرب صوبها الإمارات والسعودية طيب أنا بتكلم خاصة الإمارات والله مو مدح لأن ندافع عنها لأن دولة خليجية الإمارات والسعودية والبحرين دولة خليجية عليهم مؤامرة قاعد تحاك عليهم مؤامرة من جماعة الإخوان المسلمين ومن إيران ومن تركيا ومخطط واضح مثلث واضح ويسكت الإخوان عن التدخل التركي في ليبيا ويسكت الإخوان عن إرسال الإرهابيين إلى ليبيا من ضمن مخططات تركيا الدخول إلى ليبيا ومن ليبيا الدخول إلى مصر راح نتكلم على هالنقطة هذه يعني بشكل واضح خلينا القرضاوي هل انتهى من الساحة السياسية شنو دور يوسف القرضاوي يوسف القرضاوي مفتي قناة الجزيرة مفتي قناة الجزيرة شنو تبي قناة الجزيرة يخرج في 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 قناة الجزيرة ويهيج الشعوب دمار خراب قتل مسلمين بس كان يمدح الحكام بس الآن كان مو بالنسبة للحكام أبو أحمد كانوا يكفرون الحكام ووقف والإخوان وقفوا مدحوا القذافي مدحوا بشار الأسد مدحوا بعض الحكام ثم انقلبوا عليهم في الربيع العربي الأخوان المسلمين وعلى رأسهم كبيرهم الذي علمهم السحر يوسف الغرضاوي دائما يتكلمون على العلماء الكبار العلماء الكبار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه والشيخ الألباني دائما يتهمونهم اتهامات أنهم علماء سلطة فالواقع يقول الإخوان المسلمين هم اللي أكثر ناس يروحون للسلطة هم جماعة الإخوان المسلمين بل يعني بعض العلماء نعرفهم في المملكة العربية السعودية بل منهم ما شاف الملك ولا عندنا مشايخنا السلفيين في الكويت حتى تذكرت ما قول الكلام للشيخ سالم الطويل إن اتهمون إن أنت مشايخ السلطة وبلاط السلطة وأنت قال لهم الشيخ سالم الطويل عطوني صورة أنا صورت فيها حاكم والله ما شفت الحاكم ما شفت إلا في الصور فقط فاتهامات الإخوان المسلمين وكذا معمل مشايخ السلفيين شيء يعني شيء مهول دائما الإخوان المسلمين يشيرون كل من يهاجمهم ويكشف كاذبهم أنهم يضربون بالنسيج الكويتي وهدفهم خلق الفتنة هذا طبعا كذب وافتراء جماعة الإخوان المسلمين دائما إذا كشفتهم دائما يوجهون لك تهم جماعة الإخوان بس مجرد أنك تكشفهم في شيء شن هجوم يأتيك أول شيء في أسلوب راقي أسلوب حلو إذا كشفته يصير أسلوب الله المستعان
واتهامات واتهامات هذا اتهام على طول. انت مطبل انت الحين للاسف مشاهد في التواصل الاجتماعي ابو احمد اللي يمدح السعوديه مطبل ايه؟ اللي يمدح الكويت مطبل، اللي يمدح الامارات مطبل، اللي يمدح مصر اللي يمدح مصر مطبل، امدح تركيا امدح تركيا بالعكس انت وطني انت وطني وانت وانت من الاحرار، وامدح الحوثي شيء يعني ابو احمد قاعدين نشوف في التواصل اذا مدحت تركيا اعطوك ريتويت جاك على طول ريتويت، تمدح الامارات قالك انت مطبل، تمدح طيب والله اني اتشرف اني اكون مطبل لدول الخليج ومصر، بالعكس يعني دول الخليج ودول مصر اني اذا مدحتها اكون مطبل فانا مطبل له، مطبل بالحق بالدفاع عن هذا في الدفاع في الدفاع عن حق ودفاع نعم. عن دول الخليجيه وعن البلاد العربيه. ايش رايك في تسجيلات القذافي؟ فتحت ابواب جهنم، كشفت الحقيقه، حتى الناس اللي كانوا معتدلين تغير موقفهم. والله يا ابو احمد طبعا انصدمنا من ناس كثيره خاصه عندنا في الكويت للاسف، يعني تسجيلات القذافي تآمر كبير على الكويت وعلى السعوديه وعلى دول الخليج، ويعني للاسف نشاهد بعض مثل الاخوان المسلمين واتباع الاخوان المسلمين دائما يقول لك ان هذا هجوم من استخبارات من برا والاشرطه قديمه. يا اخي التآمر على الكويت والسعوديه خلها قبل 15 سنه، مو مواد غذائيه لها مده صلاحيه ومده انتهاء، المتآمر متآمر، عرفت ابو احمد؟ ودائما اذا يعني يوم تكلم في خيمه القذافي يطلع خالد الهيل هذه الاشرطه والتسريبات، للاسف شاهدنا ناس كثير تخاذلوا، ما في احد منهم تكلم. احنا تكلمت ساره الدندراوي في قناه العربيه وذكرت مجموعه اللي هم ربع خيمه القذافي، قالت نسمع اصحابهم اللي في الكويت، قصدت فئه معينه. شنو صار في تويتر؟ شنو صار في تويتر؟ قلوب تويتر وهذا هجوم على الكويت، اي هجوم على الكويت؟ ليش ما دافع عن الكويت؟ ما دافع عن الكويت، انا اقول لك لان الحزب حزب الاخوان عندهم اعلام ابو احمد. اعلام. عندهم اعلام. وقوة مغردين. عندهم اعلام وعندهم حسابات. ترى مو مغردينهم بالكويت، من برا. من برا، وطبعا عندهم بعد حتى حسابات وهمية. حسابات وهمية في الكويت وبرا وفي الخليج بعد. انا دائما اقول اذا بتنتقدني حط اسمك. خلنا اعرفك منو. حياك الله هنا وتعال ده. ما يحطوا لا تحطي حساب وهمي وتجي تنتقد. دائما يلعبون على الحسابات الوهميه والحسابات الخارجيه. الضرب المغردين الكويتيين اللي يدافعون عن الكويت ويدافعون عن السعوديه ويدافعون عن الامارات. وشاهدناهم في التواصل الاجتماعي. نعم. يعني تسجيلات القذافي كشفت ناس كثير. اخوي عبد الله وزير الخارجيه الامارات الشيخ عبد الله بن زايد حط مقطع لعبد الله النفيس. قال سمعوا فكره شاهدوا، ابيكم تشاهدون شنو خطوره الاخوان المسلمين. الكل اعتبرها تدخل في الشان الكويتي، على الرغم ان عبد الله النفيس في يوم من الايام اساء للمملكه، اساء لدوله الامارات العربيه المتحده، وكثير من الاخوان يسيئون للامارات، الا ان حدث وصدر بيان من حدث واعتبروا ان هذا تدخل في الشان الكويتي. شنو ردك على هذا؟ طيب لما نزل الشيخ عبد الله بن زايد هذه التقريره بيبين منهج الاخوان المسلمين ومنهم على شاكله الاخوان، مو اول مره يعني، يعني مو شيء جديد. يعني لما نزل مقطع في فكر، احنا الحين عندنا في الكويت قاعدين ننتقد سلمان عوده في السعوديه، صح. ليش ما تكلموا علينا السعوديه؟ قالوا انت فكر، احنا قاعدين نهاجم فكر سواء في الكويت او في السعوديه او الامارات، العمليه عمليه فكر تهاجم. الشيخ عبد الله بن زايد يوم نزل المقطع هذا يبين للناس ان الفكر، وانا سمعت المقطع عبد الله النفيسي صراحه صدمت منه المقطع، يعني صدمت منه كلام قوي عبد الله النفيسي، كلام قوي. فلما يهاجمون ان في تدخل، هذه خسه من الاخوان المسلمين، اكثر ناس يتدخلون في الدول الاخوان المسلمين، ونسوا خليه الامارات، خليه الاخوان في الامارات. في الامارات نعم، وانا دائما اقولها، ترى دائما اقولها، هجوم الاخوان المسلمين على الامارات بسبب ان الامارات العربيه المتحده الشقيقه انهم طردوا الاخوان المسلمين في خلاياهم، كانوا شر الامارات وعرفوا انه ما له وطن. ترى الاخوان المسلمين ما لهم بيع لاي حاكم من حكام الخليج. نعم. بيعتهم للمرشد، وهذا ارض الواقع، لهم بيعه شرعيه، يبايعون بيعه شرعيه، وشاهدناهم في جميع الدول بيعه شرعيه للحزب. حلو. لماذا دائما الاخوان المسلمين ما يقفوا مع الدول العربية، ودائما المدح الدائم لتركيا؟ هل أصبحت اليوم اسطنبول أو حزب الحرية والعدالة هو منهج جديد لعودة الربيع العربي ثاني مرة، أو الربيع الشيطاني؟
والله يا ابو احمد شوف دائما لو نشاهد اللي في تركيا، تركيا تبنت الناس التكفيريين، اي تكفيري من حاش من بلد سواء من الكويت او من السعوديه او الامارات تبنتها تركيا. فهذا التبني تبنت تركيا هذه التكفيريين لزعزعه امن الوطن العربي، الدول العربيه والدول الخليجيه. انا لما تبنى فكر رجل تكفيري يكفر الحكام، بل منهم من كفر الحكام، الدكتور حاكم المطيري قاعد في تركيا وكفر حكام الخليج في اغلاق المساجد. نعم، رده جماعيه، كلام خطير، وردوا عليه بعض المشايخ، رده جماعيه كفر. ومع ذلك حاكم المطيري جالس في تركيا وتركيا اغلقت المساجد ولا تكلم على تركيا. فالموضوع مو موضوع دين ولا موضوع تكفير، الموضوع موضوع هناك مخطط كبير قاعد يعاك على المملكه العربيه السعوديه، الهدف اسقاط المملكه، يعني الهدف الاول استهداف المملكه العربيه، استهداف المملكه العربيه السعوديه. وانا دائما اقول دائما حتى في التواصل الاجتماعي في المقاطع اللي اطلع فيها، اللي قاعد يصير الان مخطط القذافي قاعد ينفذ. راح القذافي استلمت الملف تركيا لاسقاط المملكه العربيه السعوديه وما يقدرون، المملكه العربيه السعوديه طبعا قويه بالله عز وجل، والمملكه العربيه السعوديه كلنا فدا للمملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين، كل أعداء المملكة سقطوا على سقطوا كلهم، المملكة الله حفظها يا أبو أحمد. ودائما نقول حتى في المواقف الإماراتية، والله دائما أقول والله مو متحف الإمارات، دائما مواقف الإمارات والكويت والبحرين، دائما مع المواقف الدول العربية والدول الخليجية، ما تخرج عن الدعم العربي، ما تخرج، ما في الإخوان المسلمين هم اللي دائما خارج سياق الوحدة العربية والحفاظ على أمن الوطن العربي. إيه الإخوان أبو أحمد طبعًا كانوا يكفرون في معلومة للأسف، يعني بعض أكثر المغردين ما يعلم منهج الإخوان المسلمين، يرى أنهم إسلاميين فقط، ما عنده أي شيء، ما عنده أي معلومة عن الإخوان المسلمين. لعل المشاهد حتى يسمع، الإخوان المسلمين كانوا يكفرون حكام الخليج وحكام الدول العربية، الحكم في غير ما أنزل الله، كانوا يقولون كفار. استلموا الحكم الآن، والله يا أبو أحمد يطالبون بالديمقراطية، ويطالبون، ومنهم من قال يوسف القذافي بالحرب الواحد قال والله لا نريدها دولة إسلامية، نريدها دولة مدنية على الدستور ومع حقوق المثلية، ومع المثلية. وقالها القنوشي، راشد القنوشي بتونس، قال والله اللي بيصلي يصلي واللي ما بيصليش كيف، يعني أمر كانوا يكفرون قبل الحكام. فلما استلموا الحكم يبون الحرية ويبون الديمقراطية ويبون، كانوا يدعون إلى الحرية وإلى الانفتاح الإعلامي، زين. ونسمع بعد ما انكشفوا بعد موضوع خيمة القذافي يطالبون بالرقابة على المواقع، بمحاربة المغردين اللي هاجمونهم. مو غريبة التناغم ولا مو شيء جديد على؟ لا لا، مو شيء جديد على الأخوة المسلمين، مو شيء جديد. أنا أذكرك بعد تغريدة، بعد التسريبات القذافي اللي نزلها خالد الهيل، طبعا أول يوم ما حد تكلم، جاته أوامر أن دفاع عن من تسرب لهم في هذا الشريط، فبدأوا الإخوان المسلمين شيء مو طبيعي، يعني من باب أولى يا أخي، من باب أولى انتظر شوي لما يتحولون للنيابة، هل هذا صحيح التآمر ولا مو صحيح؟ خلي القضاء يقول، خلي القضاء يقول كلمته. في عندنا قضاء موجود، قضاء عادل يقول كلمته في التسريبات. سبحان الله، ثاني يوم العموم لو حضرنا بالتويتر، أول يوم ما حد تكلم، عرفوا الوضع شنو فيه. جتهم أوامر في الدفاع عن الأشخاص اللي تسرب لهم في خيمة القذافي، يعني خافوا. هي جتهم أوامر. هل طالبوا كثير من الهيئات السياسية بالكويت أو التجمعات السياسية بالدفاع عنهم؟ نعم نعم، هي في أحد الأحزاب تكلموهم أنهم ينزلون بيان بالدفاع عن التسريبات القذافي، يدافعون عنهم، لازم يدافعون عنهم. التسريبات، المؤامرة اللي صارت على الكويت، للأسف يطالبون بعض الأحزاب أنهم يدافعون عنهم. وشاهدنا بعض الروابط اللي الآن جديدة، أنا أول مرة أسمعها والله، رابطة الكويت أو رابطة العلماء، أسماء ما لها أسماء وهمية، كلها وهمية. حلو، ليش دائما عبد الله النفيسي يهاجم الشيخ محمد أمان الجامي؟ طبعا دكتور عبد الله النفيسي للأسف، يعني شفت له في مقطع نتكلم على بشكل عام، أيوة، على أن الجامية عندهم طاعة مطلقة لولي الأمر، وهذا كذب وافتراء على علماء هذه الأمة. طبعا الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه إمام من أمة المسلمين، علم من أعلام أهل السنة،
فأثنى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني وعلم وكثير من إخواننا اللي في المغرب ما يعرفون محمد أمان الجامي، بس يطلون كلمة جامية. الجامية. الجامية. الجامية الشيخ محمد أمان الجامي عالم إمام من هذه الإسلامية، ومن يطعم الشيخ محمد أمان الجامي على طول طعن في الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، لأن منهج الشيخ محمد أمان الجامي على منهج الشيخ عبد العزيز، زكاه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، زكى الشيخ محمد بعد وفاة الشيخ محمد أمان الجامي وزكاه، وكان بعض الشباب يسأل الشيخ عبد العزيز بن باز عن الأحزاب وعن الجماعات، كان يحيلهم الشيخ محمد أمان الجامي لأنه كان متخصص في هذه الأحزاب. فكلام الدكتور عبد الله النفيسي قال إن الجامية عندهم طاعة مطلقة لولاة الأمر، وهذا كذب وافتراء. أنا أقول للدكتور عبد الله النفيسي عطني شيخ واحد سلفي من مشايخنا السلفيين قال إن الحاكم له طاعة مطلقة. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول من طاعة منه؟ من طاعة الله عز وجل. وولي الأمر منكم قيد، في تخييط ولي الأمر، يعني ليس طاعة مطلقة، يعني يجي ولي الأمر يقول لك افعل معصية ولا افعل، لا، على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. عبد الله النفيسي قال إن الجامية والله شهد الله إن كذب على المشايخ والعلماء. عطنا يعطيني عبد الله النفيسي هو دكتور يذكر لي اسم شيخ واحد إنه قال طاعة مطلقة لولاة الأمر، كلهم قيد. في بعضهم يعني من مشايخ السلف ما أشار إلى الطاعة المطلقة في بعض منهم، والله العلماء الحقيقيين ما قالوا طاعة مطلقة لولي الأمر. العلماء الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ صالح الفوزان حفظ الله، ومشايخنا السلف ما حد قال إن طاعة مطلقة لولي الأمر، مقيدة طاعة ولي الأمر غير. لكن ولي الأمر بناء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق، يعني يجي ولي الأمر يقول لك يا أبو أحمد سوي المعصية الفلانية ما طيعة في المعصية، اشرب خمر ما طيع، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق طبعا لا طاعة، لكن يبقى طاعة السد بالسمع والمعروف وطاعة ولي الأمر، بل واجب على كل مسلم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمع وطاع. وجماعة الإخوان المسلمين للأسف يعني نشاهدهم طبعا لا ما يقدرون يوصلوا الحكم أبو أحمد إلا في أسقاط حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة، ضعفوا حديث وطيق، بل منهم والله في تويتر يتشمت في مشايخنا السلفين، جماعة أسمع وأطع وأن ضرب ظهرك وأخذ ماله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، حديث صحيح، بل بيسقطون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سمع والطاعة مقابل أن يوصلون الحكم. الحين أي حديث تجيبه عن سمع والطاعة والأمر قالك أنت جامي. أنا ما لي شغل في الجامي، أنا جبت لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا جبت لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سمع والطاعة، ليش تقول جامي؟ فللأسف يعني شوهوا صورة الشيخ محمد. الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه أوذي في حياته وأوذي بعد ما ماته. أخي عبد الله، أيضا هناك عتب على الكثير من الوطنيين اللي يدعوا الوطنية بالكويت، ما يدعون يعني مفروض أنهم يدافعون عن بلدهم، في قضية خيمة القذافي، ونشوف دائما الهجوم على الكويت من قبل الإخوان الدولي واتهامات، إلا أنهم ساكتين. هذا أبو أحمد كلام سؤال مهم جدا، وشاهدنا في التواصل ما شفنا أحد شخص، وأنا دائما والله يا عبد الله يتصلون علي يتكلمون في حقائق، أقول اكتبها تقريبا، أنت مشهور ومعروف لك متابعينك، اكتب اطلع تعال تفضل هنا وتكلم. أنا أقول لك أبو أحمد، لأن طبعا عندهم مصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، مصالح تجمعهم مصالح، أو الخوف على مصالح، خوف على مصالح. أنا لما أتكلم على خيمة القذافي هنا راح يجيني هجوم من جماعة الإخوان المسلمين في التواصل الاجتماعي، من سب ومن قذف، طبعا اتهامات وظلم، عرفت ولا لا؟ فللأسف دائما نقولها للشباب، يعني دائما نقولها للشباب ونتكلم على الشباب، ودائما في مجالسنا وسواء في التواصل الاجتماعي دائما نحذر الشباب من هذه الجماعة. أنا طبعا دائما أقرأ الكتب العلماء الكبار في التحذير، دائما يسألوني كثير من الشباب، قال لي يقولوا لي عبد الله أنت دائما تتكلم بجماعة ما تعرف جماعة، والله إني أقرأ كتب العلماء وأسمع المشايخ، والحمد لله الواحد لازم يتطلع، لازم يشوف دين، هذا دين، هذا دين، لازم أعرف ديني، أعرف الحق من الباطل. الشيخ صالح فوزان حفظ الله إمام من أمة المسلمين قال المتدينون كثير، ولكن اللي متمسكين في الدين الصحيح قليل. فألزم جماعة أهل الحق، اتبع أهل الحق، لا تأخذك في الصيحة وفي المنابر وصيحة الإخوان المسلمين والمنابر والتهيج. كان يقول أحد السلف عليك بأثر ممن سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وراء الرجال، وإن زخرف لك القول.
مو بالكلام وبالصيحة وبالمنبر حلم كتاب السنة. عندك مشايخ سلفيين على كتاب السنة تلقى ما ما ما, ما عنده يعني لغة الخطابة، لكن عنده علم في الكتاب والسنة. فللأسف نشاهد الأخوان المسلمين على المنابر، وشاهدنا مقاطع تكبير وانقلاب على الحكام وتهيج الشباب، وللأسف هم المتصدرين الآن المشهد في المشهد السياسي والشباب في السجن. هو الشباب للأسف يعني، وبعطيك في أتكلم على حدث حركة حدث أبو أحمد، تذكر انتخابات الأربع أصوات وبعد ما صار مرسوم أميري الصوت الواحد الأمير. صوت واحد انتخابات مجلس الأمة، كانوا يخونون اللي صوت في انتخابات مجلس الأمة، كانوا يخونون اللي صوت يعني كلام يعني، ومع ذلك انزلوا انتخابات وقطوا الشباب تركوهم ولا سأل عنهم تركوهم في ناس واجد. طبعا نزل مرسوم أميري بحضرة صاحب السمو الانتخابات المقبلة صوت واحد، طبعا هيجوا الشارع وتكلموا في منابرهم وتكلموا، يعني الامر يعني شيء تناقض كبير للاسف. يعني بعض اخواننا المقلدين ما ينظرون لجماعه الاخوان وسموه حدث وتناقضاتهم او طلعوا قالوا احنا مو تبع الاخوان المسلمين، احنا غيرنا الاسم عدل ولا لا، والى الان يتكلمون بالاخوان المسلمين. طيب انت غيرت الاسم، قلت مو قلت غيرت الاسم ولا الى الان في خطابات الاخوان المسلمين. المهم خونوا الشعب الكويتي في التصويت اول مجلس صوت واحد، اللي صوت خان الكويت واللي صوت خونوا الشعب الكويتي، واللي يروح يصوت خيانه وهو مشارك في الفساد. فصارت اخوين مو طبيعي. المجلس اللي بعده ابو احمد تخيل الوضع، نزلوا انتخابات ما سمعنا وين 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 تخوين الشارع وين لا هم قالوا انه صدر حكم محكمه دستوريه ونبي نغير القانون ونطلع عفو الشباب. طيب ما تحقق شيء. طيب وين الشباب؟ بالسجن. وين في 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 في, في بعض الاعضاء ما نزلوا على رايه، يقول لك انا ما انزل انتخابات. طيب ليش انضربت فيهم عرض الحق والشباب في السجن ونزلت انتخابات مجلس الامه؟ ولاءات الثلاث ابو احمد كانوا قبل ينادون المعارضة لا للدستورية لا للتشريعية لا للسرية، وكانوا يتهمون اللي صوت للدستور اللي حول السجواب للدستورية كانوا يسمونه انبطاحي، وكانوا يسمونه يطلقون. شاهدنا في السجوابات يعني وهو شيء غريب يا أبو، أنا دائما أقول يعني وين الشباب، وين اللي كانوا يتكلمون قبل؟ ترى الفيديوهات موجودة السجواب رئيس الوزراء السجوابين حولوا للدستورية. شوف يعني الوضع يعني شيء، ولا سمعنا حد تكلم عليهم ولا وخونوا النواب اللي قبل اللي حول الدستوري هذا انبطاحي. يعني في تناقض، يعني في تناقض كبير، يعني تناقض من اجل مصالح مصالح. انا واحد من الناس كنت قبل كنت أؤيد الاربع اصوات، ويعني نشوف الشارع وان اربع اصوات وافضل. فلما لما 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 عرفنا الواقع، فالواقع للاسف جماعة الأخوان المسلمين لعبت على الأحزاب اللي بالكويت كلهم، وهم الآن في قاعة عبد الله السالم والشباب اللي باجي بالسجون واللي وقف وهم يحصدون المناصب ويدعفون ويدعمون ربعهم ومن يدور في حزبهم في مناصب قيادية مهمة. ما في كلام، ما أشك فيها 1% إنهم أهل المصالح. جماعة الأخوان المسلمين حزب راعي مصلحة، وهم اغنى اغنياء الكويت. واغنى انا دائما اقول ابو احمد، دائما نشوف كبار اخوان المسلمين يملكون من المال كبير، يملكون من ومنهم من يملك شقق ترى في تركيا ويملك وفرنسا وبامريكا وكل مكان. وشوف علمائنا مشايخنا السلفيين بسطاء اللي يقول الامه الخير، اللي يقول الامه الاسلاميه الخير والاستقرار والامن والامان، واللي يقول قال الله قال الرسول يحارب. واقول لهم شوفوا بيوت، شوفوا بيت بن باز، شوفوا بيت ابن عثيمين رحمة الله عليهم. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه زرته في عنيزة. زرته في عنيزة، جيته في بيت أنا وعند اثنين من الشباب، فكان يعني البيت يعني والله يا أبو أحمد إنه بيت متواضع. إني أنا انصدمت يعني أسمع فيه الشيخ محمد ابن عثيمين وعالم العلماء الأمة، والله بيته متواضع، لا يملك لا قصر، بيت عند مسجده أقسم بالله. ونشاهد كبار الأخوان المسلمين اللهم بارك قصور وأموال
ويطلعون يتكلمون عن الزهد وهم يركبون الطائرات على الدرجة الأولى هم وربعهم وسكرتاريهم. ما في أو شفناهم في تركيا شفناهم. قصور. قصور ويطلعون يروحون ويجون الشعوب ويطقون الشعوب ويطالبون الشباب بالجهاد والجهاد يدرسون أحسن الجامعات أمريكا. هم قاعدين والله يا أبو أحمد الإخوان المسلمين كثر ما نتكلم عليهم يعني مشايخهم وكبارهم كلهم كذابين والله والله كذابين وأنا أنا أنا أقرأ لهم كتب. واسمع اقوال العلماء فيهم جماعه سياسيه تبحث عن الحكم فقط لا خير بس هذا الملخص هذا الملخص دخلوا في غطاء الاسلام والاسلام لكن الهدف منه الوصول للحكم وهم اول من خلق مسمى الاسلام السياسي هم واخذوا غطاء غطاء اسلامي دخلوا فيها على اساس انه غطاء اسلامي وهو سياسي خبيث يريدون الوصول للحكم ما علاقة الإخوان المسلمين مع الحرس الثوري الإيراني دائما في تنسيق بينهم والله شوف تنسيق كبير ودائما حتى يعني حركة حماس لها يعني باع طويل مع الحرس الإيراني الحرس الثوري الإيراني وعندهم خطوط مفتوحة مع إيران وسمعنا حتى ولا شاهدنا شخص من الإخوان المسلمين أنكر على حركة حماس لأنهم أيدين مؤيدين قاسم سليماني قتل أخوانا في سوريا وفي العراق طلع تصريح شهير إسماعيل هنية سماه شهيد القدس قاسم سليماني ولا واحد أخواني انتقدهم ولا حد تكلم عليهم ولا حد جاب له بظهري أنا دائما أقول أبو أحمد دائما إذا مدحنا مصر أو الإمارات أو السعودية دائما يعني لما تمدح مصر نمدح مصر حبنا لمصر نبي مصر الاستقرار ما نبي الدول العربية دائما تصير فيها فترة هذا شوف سوريا وشوف الآن في ليبيا دخلوا حتى الدواعش في ليبيا من دعم الأخوان المسلمين والآن إذا تكلمت حفتر قال أنت تدعم مجرم السيسي خلوه مجرم أنا واحد من الأشخاص أبو أحمد دائما على السيسي يقول لي أنت تمدح السيسي قلت أمدح والله أني أبي الأمن والاستقرار لمصر قال أنت تمدح مجرم قلت طيب بسألك سؤال قسما بالله يا أبو أحمد قلت بسألك سؤال الحين قاسم سليماني إيش رأيك فيه قال قاسم سليماني مجرم تشك فيه إجرامة قال لا ذبح أهلنا في سوريا وذبح في العراق قلت والله أردوغان قال عنه شهيد والله ما تكلم والله ما تكلم يوم قلت له شوف سبحان الله تمدح السيسي أنت مجرم تمدح أردوغان لا سبحان الله شيء عجيب يعني في تناقضات كبيرة عندهم أبوه من إخوان الكويت يقولون أن سبب الهجمة عليهم حاليا هو هجمة صهيونية صفوية هجوم على الدين الإسلامي وانتشار الدين الإسلامي هذه موضة قديمة قديمة والله قديمة والله نسمعها تدري متى أبو أحمد نسمعها قبل غزو وبعد تحرير الهجمة الصهيونية نفس الكلام الحين ردوها هذه موضة قديمة دائما اي شيء يصير على الاخوان المسلمين او ينكشفون في مؤامراتهم خلوه لنا حرب الصهاينه وين من جاب من شو الحرب الصهاينه خالد الهيل ذكر مقاطع مسربه من خيمه القذافي بالتامر على الكويت وتامر على السعوديه شنو الهجمه الكبيره شنو الهجمه الكبيره شنو فيه قال ليش ضخمتوه ليش حرب واحد مغردين قال حرب صهيونيه الله اكبر في حرب صهيونيه ليش خالد الهيل مغرد نزل تسريبات في التآمر على الكويت هاكم الكويت هذين المواطنين الكويتيين تب تسجنونهم اسجنوهم تب تسوون فيهم شو ما قاش كل الأجمل اللي فيها وليش سكتوا على كبيركم يوم قال رح نغير خلال 15 سنة الأنظمة ونخلق وليسمعني أجهزة الاستخبارات والله ما حد تكلم عليه أنا دائما أقولها في التواصل الاجتماعي في تواصل. قلت أتحدى أي واحد من الإخوان المسلمين يطلع ينكر على حاكم المطيري أتحدى يطالب الربيع الخليجي وهم صامتين صمت القبر لأنهم متعاونين أبو أحمد متعاونين ضد الخليج أقسم بالله العظيم المستهدف أكثر دولة مستهدفة في الخليج السعودية والإمارات ليش كبيرهم الإخوانشي دعم ثورة البحرين ضد الشعب ضد البحرينيين والحكم بالبحر استغربنا وقوفه مع إيران والحرس الثوري والله لأنه مخطط يبون البحرين لكن الحمد لله فضل الله عز وجل يبونها تسقط بيد الحمد لله يعني فضل الله عز وجل ودرع الجزيرة على رأسهم المملكة العربية السعودية ولا كان عندهم مخطط كان
إسقاط البحرين حتى تكون منفذ لهم للمملكة العربية السعودية ومن الجهة الجنوب اليمن. فالحمد لله، فاللهم اجعل كيدهم في نحرهم. آمين. الكلمة الأخيرة وياك عبد الله، شو تقول؟ أنا أقول شو النصيحة تقول لشبابنا المنغرين بالأخوان؟ أنا كلمة أخيرة أوجهها للشباب، شباب طبعا في 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 الكويت خاصة وفي الالتفات حول كل شخص أو كل مغرد أو كل مواطن التفاف حول قيادته، لأن الوضع الإقليمي في المنطقة مزيع. صح. لابد أن يتمعنون أن هناك مخطط يحاك ضد دول الخليج بالأخص المملكة العربية السعودية والإمارات والدول العربية لمصر، هناك مخطط كبير. فننصح أخواننا المغردين والله العظيم والله الذي لا إله إلا هو أنهم يريدون إسقاط المملكة العربية السعودية. ونشاهد لو تلاحظ أبو أحمد هجوء حرب الحوثي، هل شاهدنا أحد من الأخوان المسلمين دافع عن المملكة العربية السعودية؟ نعم. بلد التوحيد، والله إن لم ندافع عن المملكة العربية السعودية والله ما فينا غير. وللأسف يقفون مالهم، وللأسف يقفون الحوثي هجمة شرسة، شاعات كذب. أحد الدول صار في انفجار في أحد الدول، صار انفجار وانكشفت هذه الدولة في هذا الانفجار، انكشفت متورطة في هذا الانفجار، ولا حد تكلم عليها ولا حد قال لها شيء. وأنا أعتبر الخيانة كل من يقف مع الحوثي فهو خائن، مع الحوثي ومع جماعة الأخوان وجميع الحزبيين والتكفيرين، هم خطر على هذه الأمة. دائما الهجوم على المملكة العربية السعودية وعلى البحرين وعلى مصر وعلى الإمارات، قسما بالله إن شر، يريد للخليج شر. وأكثر دولة تأدت أذية من الأخوان المسلمين الآن نشاهدهم في همس ولمس وضرب، اللي هي الإمارات، نشاهدهم في التواصل الاجتماعي. في الإمارات لهم هدف، لأن الإمارات عرفت الأخوان المسلمين أن لا وطن لهم، فهربوا التركيا وهربوا الجماعاتهم اللي وهم أول من حاربوا الأخوان. أول ما أول من حارب. نعم، أنا دائما أشيد في دور الإمارات العربية المتحدة، ليش الهجوم؟ طلع مبارك دويلة مرة قال في اللقاء قال الإمارات تحارب أهل السنة في الإمارات. الله، مبارك دويلة أهل الإمارات حارب أهل السنة، ليش تختصر الجماعة الأخوان في أهل السنة؟ أنا الإمارات رأيت أن الأخوان المسلمين عندهم مؤامرات في الإمارات، عندهم مخططات، ولاهم وللإمارات، وتم كشف الخلية، وتم كشف الخلية، ولاهم وللإمارات، وكان لبعض أعضاء الإخوان بالكويت تدخل. يعني للأسف، يعني لين الهجوم شيء مو طبيعي، تابع الإمارات شيء مو طبيعي. وأنا أنصح الشباب والله العظيم إن الإمارات والسعودية جاها من الظلم والبهتان والسر. أنا شاكر لك ويا عبد الله، يطول عمرك على هذا اللقاء الصريح اللي كان وياك، وأتمنى لك كل التوفيق. الله يطول عمرك وجزاك الله خير على الاستضافة أبو أحمد، وأنا يتشرف طال عمرك. والله حنا نتشرف اني اطلع وياك أبو أحمد. الله يجزاك خير، الله يكثر من كافي الكلمة الحق اللي قلتها. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير يا أبو أحمد، وانت شرف ان نطلع وياك، وانت خير من يمثل الشباب في 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 محاربة الأحزاب بإذن الله، لأجل مصلحتنا، مصلحة الكويت والوطن العربي. شكرا لك ويا عبد الله، الله يطول عمرك عزيزي أبو أحمد. تسلم. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج ديوان الملا، أدعو الله أن يحفظ الكويت. الكويت أولا، والله يصلح الحال.